هنتكلم دلوقتي على موضوع مهم جدا مرتبط وذو علاقة وثيقة بالكاركترستيك فيتشرز اوف ذا ثري ماسلز از هول. احنا كنا خدنا من شوية كل ماسل والكاركترستيك او سبيشال فيتشرز بتاعتها على حدة، الان هناخد فيتشرز او اناتوميكال ستراكشرز ذات علاقة بالثري ماسلز مع بعض، اولهم كانت الانجوينال كانال. موضوع مهم جدا من موضوعات التشريح وله ابلكيشن كتيرة في السيرجيكال اناتومي هو الانجوينال كانال. الانجوينال كانال ديت بناء على خريطة الانتيريور ابدومن الاولى اللي احنا رسمناها، اللينيا البا الامبلايكس، واللينيا البا ده انا ما كنتش اتكلمت عليه، دلوقتي هقول عليه ان ده لينيا يعني لاين، البا يعني هوايت، يعني ذا هوايت لاين. هوايت لاين is present along the middle line of the anterior abdominal wall extending from the xiphoid process وحتى السيمفيسيس بيوبس، وهي يمثل التقاء الميديال ends of the aponeurosis of the three muscles of the anterior abdominal wall، يعني الاكسترنال والانترنال اوبليك والترانسفيرس. الابنروسيس بتاعتهم بتيجي عند الميدل لاين بتتقابل بعد ما بتغطي الريكتس ابدومينس وبتشكل الفيمورال، الريكتس شيس بيتقابلوا مع بعض وبيكونوا الهوايت لاين. طيب ده الهوايت لاين بتاعنا اللي هو اللينيا البا، ودي الانجوينال ليجامنت. افكركم مش تاني دار تالت او رابع بين ديت اللور اوبليك بوردر اوف ذا اكسترنال اوبليك ابونروسس الممدوده بين الانتيريور سبيرال سباين والبيوبيك تيوبركل، وتمثل الحد الفاصل بين الابدومين من اعلى واللور لمب من اسفل. موضوعنا اللي هو الانجوينال كانال. الانجوينال كانال دي رؤوس الموضوعات اللي هتكلم عليها، الديفينيشن السايت اللينس الكورس البيجيننج الاند سكس فاريشنز والكونتنس، وفي كمان نقطه ثانيه اللي هي الريليشنز او الوولز بتاعتها. بالنسبه لتعريف الانجوينال كانال دي انتر ماسكولار شانل، انتر ماسكولار شانل بين اي ماسلز؟ بين الماسلز اوف ذا انتيريور ابدومينال وول. اين توجد؟ توجد في اللور بارت اوف ذا انتيريور ابدومينال وول. ايه وظيفه هذه الكانال؟ هذه الكانال هي باسج فور ترانسميشن اوف ذا سبرماتيك كورد ان ميل او راوند ليجمنت اوف ذا يوترس ان فيميل. اين توجد؟ احنا قلنا في اللور بارت اوف انتيريور ابدومينال وول. فين بالتحديد؟ بالتحديد تقع ابوف اند بارلل تو ذا ميديال هاف اوف ذا انجوينال ليجمنت، طولها حوالي 4 سنتي، يعني ايه انش ونص. الكورس بتاعها از دايركتد داون ووردز فور ووردز اند ميدلي extending from the deep inguinal ring، والديب inguinal ring ديت فتحه. اين توجد؟ in the fascia transversalis. الفاشيه ترانسفيرساليس الى الفاشيه المبطنه للترانسفيرسس ابدومينس، وهي جزء مستقل وليست جزءا من الترانسفيرسس ابدومينس. دي فاشيال لايننج of the transverse abdominis. توجد في الفاشيا ترانسفيرساليس فتحة، هذه الفتحة اوفال ان شيب وتقع فوق الميد بوينت اوف انجوينال ليجمنت بحوالي نص سنتي. تمتد من الديب انجوينال رينج الى السوبرفيشال انجوينال رينج اللي هي فتحة في الاكسترنال اوبليك ابونوس، شرحناها من شوية. تمتد هذه الكنال بين عضلات الانتيريور ابدومينال وول مكونة انتر ماسكولار شانل اسمها انجوينال كانال. هذه الكانال ان ميلز از وايدر ان ريليشن، يعني ايه تو ذا فيميلز، يعني انها في الميلز تبقى واسعه نسبيا عن مثيلتها في الفيميل. ومعنى هذا الكلام ان مشاكلها في الميلز هتكون اكتر، وده اللي هنشرحه بعد شويه. هذه الكانال احنا قلنا passage for transmission of spermatic cord in male مع نيرف اللي هو اسمه اليو انجوينال نيرف، والراوند ليجمنت اوف ذا يوترس ان فيميل معاها ايضا اليو انجوينال نيرف. تعالوا نشوف مع بعض، ناخد هذا الجزء ونكبره ونشوف الباوندريز، نشوف الوولز، نشوف الريليشنز اوف ذا انجوينال ليجمنت من خلال ده. منظر تاني برضو اهوت،
نوضح فيه المكان بتاع الانجوينال كانال. ادي هنا عندنا دي الاكسترنال اوبليك ابينوروسز، وديت الفتحه اللي فيها اللي اسمها سوبرفيشال انجوينال رينج، دي الفتحه الخارجيه الفتحه الميديال من الانجوينال كانال. لو انا دخلت سهم هنا هيمر منين؟ هيمر من هذا المكان، يخترق الانترنال اوبليك ويخترق الترانسفيرس ابدومنس حتى يصل الى الفتحه الاخرى اللي اسمها الديب انجوينال رينج، والتي توجد فوق نقطة انتصاف الانجوينال ليجمنت اللي هي الميد بوينت اوف انجوينال ليجمنت بنص سنتي. توجد هنا بالظبط الفتحة التانية الاوفال ان شيب اللي اسمها الديب انجوينال رينج، والممر اللي بينهم هو الانجوينال كانال. ده كان المكان الانجوينال كانال. تعالوا نشوف مع بعضنا الولز، ناخد الجزء الصغير ده ونكبره، لقينا ان لها انتيريور وول وبوستيريور وول وروف وفلور. دي السوبرفيشال انجوينال رينج، الفتحه الموجوده في الاكسترنال اوبليك ابونروسس، ودي الديب انجوينال رينج، الفتحه الموجوده في الفاشيا ترانسفيرساليس، واللي بيمر بينهم هو السبرماتوكورد، احد المحتويات الهامه اللي ماشيه في الانجوينال كانال. تعالوا نشوف الانتيريور وول بيعملوا من ايه. انتيريور وول، الانتيريور وول شوف الاستراكشر ذا الونج ذا هول لينس اوف ذا انتيريور وول. كنا هنجد ان الاكسترنال اوبليك ابونروسس بتغطي الايه، بتغطيها من الامام، لكن انا هنا قاطع حته منها من تحت عشان اكشف من تحتها السبرماتوكورد، لكن اللون الازرق ده اللي هو الممثل الاكسترنال اوبليك ابونروسس بيغطي السبرماتوكورد والطبيعي الانجوينال كانال من الامام. وهذا الشيء انا قطعت منه من هنا اهوت السوبرفيشال انجوينال رينج، لان ديت السوبرفيشال انجوينال رينج جزء من الاكسترنال اوبليك ابونروس. يبقى along the whole length of the anterior wall كان الاكسترنال اوبليك ابونروس، تشوف مين اللي تحتها اللاترال هاف، بيكونوا مين؟ بيكونوا الانترنال اوبليك مصل، بتشكل اللاترال هاف اوف ذا انتيريور وول. طب ده الانتيريور وول، ماذا عن البوستيريور وول؟ هنجد along the whole length من الخلف كل البوستيريور وول محمول بالفاشيا ترانسفيرساليس، انما الميديال هاف عندي الميديال هاف كان هيشكله الكونجوينت تندون. افكركم بالكونجوينت تندون اللي هو التندون المشترك الناشئ من التحام اللور بارت اوف ذا انسيرشن of the internal oblique مع lower part of the insertion of the transversus abdominis، وكانوا متصلين بمين؟ بالبيوبيك كريست والبيكتينيال لاين. قلنا هالكونجوينت تندون ده المين سبورت اوف ذا انجوينال كانال. ادي الانجوينال كانال بيعمل لها سبورت من على الميديال ايه سايد، لان الباك هنا ما فيش فيه ماسلز، فيه فاشيا ترانسفيرساليس، فمحتاجه دعامه اللي بيدعمها الكونجوينت تندون. يبقى الكونجوينت تندون كان يوجد فين؟ يوجد في الميديال هاف اوف ذا بوستيريور وول اوف انجوينال كانال. اما الميديال كوارتر كان فكان بيعمله احد الدريفيتيفز من الانجوينال ليجمنت اللي اسمه ريفليكتد ليجمنت في الميديال 1 كوارتر. اما الروف اوف ذا انجوينال كانال كان بتشكله ارشنج فايبرز من الانترنال اوبليك، بعض من الفايبرز اوف ذا انترنال اوبليك تمشي تعدي وتشكل الروف. انما الفلور كان بيعملها مين؟ الفلور من تحت كان بيعملها الابر كونفكس سيرفيس اوف ذا انجوينال ليجمنت. لو نرجع شويه كده لورا هنقدر نلاحظ الفلور اوف ذا انجوينال ايه؟ ادي الانجوينال كانال اهي، ادي الانجوينال كانال. نبص كده على الفلور هنلاقي مين؟ هنلاقي الانجوينال ليجمنت، ادي الانجوينال ليجمنت اهو، وكذلك جزء منين؟ من ليجمنت مثلثه اسمها لاكونر ليجمنت، هي احد الدريفيتيفز اوف ذا انجوينال ليجمنت. طيب ده الاستراكشر الاول اللي كان بيمثل الايه الثري ماسلز مع بعض، كاركترستيك فيتشرز اوف ذا ثري ماسلز اوف ذا انتيريور لاترال ابدومينال وول، لاترال بارت اوف ذا انتيريور ابدومينال وول. هناك استراكشر تاني مهم جدا اسمه انجوينال تريانجل. الانجوينال تريانجل ده تعالوا نرسم الخريطه بتاعتنا. ده منظر للانتيريور ابدومينال وول بعد ما شلت الماسلز من عليه. ادي الكوستال مارجن اوف ذا ثوراسيك كيج، وادي اللينيا البا اللي شرحناه الامبلايكس. هذا اللاين، هذا اللاين اللي اسمه الاركويت لاين اللي اسمه لينيا سيمي سيركولارز، منطقه التمرد العسكري للبوستيريور وول اوف ذا ريكتر شيز في المنطقه 2 وهجرته علشان يكون الانتيريور وول اوف ذا ريكتر شيز في المنطقه 3. هذا اللاين اللي اسمه اركويت لاين له
دلالة أخرى، إيه الدلالة بتاعته؟ نفتكر الأرت ده اللي كان اسمه inferior epigastric artery اللي هو كان برانش من الاكسترنال ايلياك ارتري. هذا الأرتر كان بيدخل للريكتا الشيس ويخترق البوستيري وول بتاعه in front of the arcuate line، من عند الاركويت لاين، ودي كانت الريكتس ابدومينس مثلا. تمام، فين عندي بقى الانجوانال تراينجل؟ لو بصينا للمثلث ده، المثلث فيه مثلث ده تراينجولار شيبد اريا. تراينجولار شيبد اريا توجد عند اللور بارت اوف ذا انتيريور ابدومينال وول الباونرز. لاترالي لو جينا نبص لاترال هنجد ده اللي هو مين؟ الانفيريور ابيجاستريك ارتري اللي هو كان برانش من الاكسترنال ايلياك ارتري. كويس، ده لاترالي. طب ميدلي اللاترال بوردر اوف ذا ريكتس ابدومينس ماسل، ادي الريكتس ابدومينس ماسل. اما الانفيريورلي من تحت فكان الميديال هاف of the of the inguinal ligament. الفلور الارضيه بتاعته، الارضيه بتاعته هي الفاشيا ترانسفيرساليز، ادي الفاشيا، الفاشيا ترانسفيرساليز هتشكل مين؟ اهي هتشكل الفلور of the inguinal triangle. البارتس هنا في شريان يعني حصل فيه اوبليتريشن مسدود، هذا الشريان اسمه امبليكال ارتري. وجود الامبليكال ارتري ده هنا اهو في هذا المكان هيقسم الانجوينال تريانجل الى نصين اثنين، لاترال بارت وميديال بارت. من اللي حددهم هذا الارتري اللي اسمه اوبليتريتد امبليكال ارتري. الميديال بارت بتاعه ده قوي شويه، قوي ليه؟ لانه كان سبورتد بالكونجوينت تندون. اما اللاترال بارت اوف ذا انجوينال تريانجل فده الويك بارت. ليه؟ لانه يا دوبك متغطي او متبطن او مدعم بالفاشيا ترانسفيرساليز، والفاشيا ترانسفيرساليز ماهيش دعامه، علشان كده اللاترال بارت اوف ذا انجوينال تريانجل هو الويكست بوينت. ليه؟ لانها نوت سبورتد، لانها مش سبورتد بالكونجوينت تندون وعريانه من الماسلز، مش متغطيه الا بالفاشيا ترانس او مش مدعمه الا بالفاشيا ترانسفيرساليز، وده طبعا ويك اريا. احنا اخذنا على هذا الاساس تو ستراكشرز مهمين، انجوينال كانال وده كانت عباره عن باسج لها فتحتين، تاني حاجه الانجوينال تريانجل ودي كانت اريا عريانه من الدعامات، مفيش الا على الميديال سايد دعامه بسيطه لها من الكونجونت. اذا كل من الانجوينال كانال والانجوينال تريانجلز بيمثلوا ويك ارياز ان ذا انتيريور ابدومينال بول، وده بيمهد لحدوث السيرجيكال اناتوميكال السيرجيكال بروبلم المعروفه باسم الانجوينال هيرنيا الفتق القربي. ايه الانجوينال هيرنيا ديت؟ كلمه هيرنيا معناها بروتروجن اوف internal viscera across a weak point. لو في الابدومين يبقى في الانتيريور ابدومينال وول، يعني إيه؟ يعني بارت من الفيسرا هيحصل له بلج، يحصل له بروتروجن، ينزل ويضغط على ويك اريا في الانتيريور ابدومينال وول ويعمل لها بلج ويدخل من خلال البلجنج اريا دي. دي تعريف الايه؟ تعريف الهرنيا. انا عندي تو ويك ارياز في الانتيريور ابدومينال وول، الاريا اللي منطقه الانجوانال كانال اللي مليانه فتحات، واي فتحه بتعتبر ديفكت في الاستراكشر في الانتيريور ابدومينال وول، في فتحتين الديب والسوبرفيشال انجوانال رينج والممر اللي بينهم اللي اسمه انجوانال كانال، فبتمثل ويك اريا. هذه الويك اريا بتبقى مكان استراتيجي ممكن لبعض من اجزاء الفيسرا اجزاء الانتستين يحصل لها بلجنج من خلاله، بتمهد لما يعرف باسم الاوبليك انجوينال هيرنيا. يبقى الاوبليك انجوينال هيرنيا هي عباره عن بروتروجن اوف سم اوف ذا ابدومينال فيسرا اكروس ذا انجوينال كانال. بيسموها اوبليك ليه؟ لانها ماشيه مع الكورس اوف ذا انجوينال كانال اللي كانت ماشيه اوبليك داون ووردز اند ميديالي. ليه بيسموها اندايركت؟ لان لها فتحتين، هتدخل من فتحه وتطلع من ايه؟ من فتحه ثانيه، فبقت اندايركت. اما الانجوينال تريانجل فهي اريا اخرى كانت ويك. ويك ليه؟ اللاترال بارت بتاعها هو كان ويك، ويك لانه ما كانش سبورتد بكونجوينت تندون. لاترال كان لاترال لمين؟ افكركم بالاوبليتريتد امبليكال
ارتري. دي اذا انا عندي منطقتين ضعاف في البطن، منطقه الانجوينال كانال وهو المكان اللي ممكن يحدث عنده اوبليك او الاندايركت انجوينال هيرنيا. المنطقه الضعيفه الثانيه هي منطقه الانجوينال تريانجل اللي لما بتضعف في الابدومينال وول بيضعف مع الوقت والعمر. هنجد ان اللاترال بارت اوف انجوينال تريانجل هو مكان اخر ممكن بعض من الفسرة يحصل لها بلجنج من خلاله وتدفع الابدومينال وول في هذا المكان ممهده لحدوث ما يعرف باسم الدايركت انجوينال هيرنيا. ليه سموها دايركت؟ لان الفسرة مباشره بتضغط على الفاشيا ترانسفيرساليز، والفاشيا ترانسفيرساليز هتضغط على مين؟ على السكن السوبرفيشال فاشيا والسكن، وايه وتعمل بلجنج في هذا المكان، فبيسموها دايركت انجوينال هيرنيا. ايه الفرق بين الاثنين؟ ادي مكان الاوبليك او الاندايركت انجوينال هيرنيا، وده كان المكان اللي بتحصل فيه الدايركت انجوينال هيرنيا. بنقول الانسيدنس او نسبه الحدوث يوجوالي الاوبليك او الاندايركت انجوينال هيرنيا بتحدث يونيلاترال، عشان كده انا عاملها في الرسمه عامل لها سايد واحد، اما الدايركت انجوينال هيرنيا فغالبا ما بتحدث بايلاترال. الايج هنا هو اليونج ايج، والايج هنا هو الايه الاولد ايج. ليه الكلام ده كان بيحصل؟ الاوبليك انجوينال هيرنيا بتحصل مع الاطفال الصغيرين ويونيلاترال الاطفال الصغيرين، او تحصل مع الشباب نتيجه عزقه مفاجئه، يعني الانترا ابدومينال بريشر زاد مره واحده. عيل صغير قاعد بيعيط طول النهار بيحزق، الانترا ابدومينال بريشر بيزيد، بيجي على الويك بوينت بيحصل ايه؟ بيحصل بروتروجن للفسرة من خلال هذه الويك بوينت. انما ده بيكون بايلاترال نتيجه ان الجنرال هيلث از هول ضعفت مره واحده، فبالتالي الابدومينال وول هيضعف والكونجوينت تندون من خلال ابدومينال وول وكمان هيضعف، فيؤثر على مين؟ على حدوث الدايركت انجوينال هيرنيا من هذا المكان. البريديسبوزنج فاكتورز دي بتحصل ممكن في الاطفال او الشباب، علشان كده ممكن تكون احد الاسباب بيرزيستنس اوف بروسيسس فاجينالز، ده بيرتونيال ديفكت. اما هنا فالباد جنرال كونديشن وديزيز بيكون في كرونيك كاف زي برونكايتس او برونكيال ازمه او خلاله، بيمهد لحدوث زياده في الانترا ابدومينال بريشر فتضغط الفسرة على هذه الويك بوينت. طيب الكورس اوف ذا هيرنيا، هيرنيال ساك، هيرنيال ساك يعني ايه؟ يعني الابدومينال فسرة عملت ساك حوالين نفسها ونزلت بالبروتونيوم وبظت من خلال هذا المكان. طيب يبقى الساك هتمشي ازاي؟ هتمشي في اتجاه الاوبليك انجوينال هيرنيا، اوبليك تمشي في اتجاه الانجوينال كانال، يعني تمشي داون ووردز فور ووردز اند ميديلي من خلال الديب انجوينال رينج الى السوبرفيشال انجوينال رينج. اما في هذه الحاله فكانت الهيرنيال ساك هتمشي بوشينج ذا انتيرو ابدومينال وول في هذا المكان وتدخل على طول مباشره فروم ديب تو سوبرفيشال، فبيكون اتجاهها فورورد، يكون اتجاه الهيرنيال ساك الى ايه؟ الى الامام. طب الكفرنج اوف ذا هيرنيال ساك فروم سوبرفيشال تو ديب في حاله الاوبليك انجوينال هيرنيا هو نفسه بيكون الكفرنج اوف ايه؟ اوف ذا انجوينال كانال، فنجد السكن والسوبرفيشال فاشيا ودريفاتيف من الاكسترنال اوبليك اسمها اكسترنال سبرماتيك فاشيا، ودريفاتيف من الانترنال اوبليك اسمه كريماستريك ماسل اند فاشيا، ودريفاتيف من الفاشيا ترانسفيرساليز اسمها الانترنال سبرماتيك فاشيا والاكسترا بريتونيال فاتي تيشو. اما الكفرنج في حاله الدايركت انجوينال هيرنيا بيكون مين؟ بيكون عندي السكن، يعني هناخدها كده السكن والسوبرفيشال فاشيا ده من فوق، اكسترنال سبرماتيك فاشيا دي جزء من الاكسترنال اوبليك ابونروسس، الكونجوينت تندون اللي هو التحام التندونز او الانسيرشنز او الابونروسس اوف ذا انترنال اوبليك والترانسفيرسس ابدومينس، ودريفاتيف من الانترنال اوبليك هي الكريماستريك ماسل، ودريفاتيف من الفاشيا ترانسفيرساليز هي الفاشيا ترانسفيرساليز نفسها بالاضافه الى الاكسترا بيرتونيال فاتي تيشو اللي تفصلها عن البريتال بيريتونيوم. طيب واضح السبرماتيك كورد ايه في كل من التو هيرنيز؟ في الاوبليك او الاندايركت انجوينال هيرنيا كان السبرماتيك كورد قاعد ورا الهيرنيال ساك، الهيرنيال ساك اللي جاي من مكان ده السبرماتيك كورد كان قاعد فيه ورا منها في الخلف، اما هنا السبرماتيك كورد كان قاعد قدام الهيرنيال ساك، يبقى السبرماتيك كورد في هنا في الاوبليك كان ورا، هنا السبرماتيك كورد كان في قدام الهيرنيال ساك. النك اوف ذا هيرنيال ساك في الديب انجوينال هيرنيا
كانت النك هنا لاترال للانفيريور ابيجاستريك ارتري، اما الهيرنيا الساك هنا فتقع ميديال لمين؟ للانفيريور ابيجاستريك ارتري اللي هو كان اللاترال باوندري اوف ذا دايركت اوف ذا انجوينال ترينجل.